ايتما ديستما زول فلا وانت دكوتاخ قوسارو انت مازيغت أزول مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نبعدو فيه شي شوية على الموضوع ديال اللسانيات واللغات، ولكن غادي نرجعوا للموضوع ديالنا ديال الحالة دي ديال الحجيات والثقافة الشعبية المغربية الأمازيغية. الموضوع اللي غادي نهضر فيه اللي غادي نهضر عليه في هذا الفيديو هو الرمزية ديال الحيوانات في الحجيات المغربية الأمازيغية. بلا شك انكم يعني سمعتوا فاش كنتوا صغار، كنتوا تسمعوا مع جداتكم وامواتكم وباباتكم وجدودكم بزاف ديال الحجيات اللي تيكونوا على شكل حوارات، تيكونوا فيهم حوارات ولا شخصيات ديال حيوانات. ودائما هاد الحيوانات اللي تيكونوا في هاد الحجيات تيكونوا متصفين فيهم صفات، يعني فيهم صفات مختلفه. بعض المرات تلقى مثلا شي حيوان عنده الصفة ديال المكر والخديعة، والحيوان الآخر يعني تيتصف عنده الصفة ديال السذاجة، وكما تنقولوا تيكون مبهلل، تيكون مغفل. وبعد مرات تلقاو يعني حيوانات مثلا الصفة ديال الحكمة والعقل والرزانة والتباتة وما إلى ذلك. اليوم غادي نهضر لكم شي شوية على هذا الموضوع هذا والسامبوليزم يعني ديال الحيوانات في الحجيات ديال جدودنا، بالخصوص الحجيات الأمازيغية، بما أننا يعني أمازيغ وعارفين الحجيات بزاف اللي كانوا تعودوا لنا جدواتنا وجدودنا في الصغر. غادي نعطيكم بعض الأمثلة ديال هاد الحيوانات هادو والصفات اللي كانوا تتصفوا بهم، وأيضا حتى بعض الحيوانات اللي عندنا مثلا في المجتمع ديالنا وفي الثقافة الشعبية ديالنا المغربية اللي تترمز لشي حاجة، بحال مثلا الطائر اللي غادي نبداو به هو مثلا البومة أو موكا، تنقول لها موكا وبتمازيغ تتوكت ولا أوك المذكر ديالها. هذا الطائر هذا هو صراحة بالنسبة لنا في المنطقة ديالنا، ما عارش واش نفس القضية عندكم انتم، ولكن غالبا غادي تكون نفس القضية في المغرب كامل، هو أنه هذا الطائر هذا يعني مدعاة للتشاؤم، يعني ولا انه تيجي بشي اخبار خايبه. بحال مثلا باقي تنعقل فاش كنت صغير ولا حتى فاش كبرت كاع، ملي كنسمعوا الطير ديال الموكا فوق شي دار، فهذا الشيء كانوا تيقولنا والدينا بانه تيدل بانه شي واحد غادي يموت في هذيك الدار، يعني بحال هو نذير بالشؤم، بالخصوص الا كان الصوت ديالو كان في العشيه، يعني الا كان في العشيه قبيل الغروب ديال الشمس قبل المغرب، يعني فهذا يدل على ان هذا الطائر هذا جايب معاه يعني اخبار ديال الموت لهذيك الدار اللي غادي تسمع فيها الصوت ديالو، ولا اللي غادي تسمع بالقرب ديالها بالصوت ديالو. والعكس تماما، كاين واحد الطائر اخر اللي معروف يعني غادي تكونوا عارفينه كاع في المغرب كامل، هو احنا في تمازيغ تنسميوه اقديد الجمع، يعني طائر المسجد. كاين اللي تيسميه حميره، كاين اللي تيسميه يعني مسكين، عنده بزاف ديال التسميات على حسب كل منطقه، ولكن بلا شك انكم عرفتوا علاش تنهضروا. هذاك الطائر الصغير تيكون اللون ديالو تقريبا بحال الحمري، وجهه في بحال رمادي شي شويه. هذاك الطائر بالنسبه لنا حنا مثلا، ولا بالنسبه يعني في المغرب كامل، هو انه مقدس اولا عند الامازيغ، واكتشف بانه مقدس عند الامازيغ كاملين ماشي غير في المغرب. وانه طائر مثلا الا جا عندك الدار ضروري خاصك تخلي ليه يعني تعطيه ياكل، تعطيه الخبز مثلا ولا القمح، وما تجريش عليه، لانه في المخيال الشعبي ولا في الثقافه الشعبيه ديالنا كيدل بانه راه جايب الخير معاه ولا جايب الضياف ديالو، حيت بعض المرات كاين شي مناطق تيسميوه اقديدني بقيون، يعني طائر ديال الضيوف، يعني هو دليل على ان كاين واحد جاي واحد الخير عندك للدار، وداكشي علاش ما خاصكش تمنعو. وكان ممنوع علينا فاش كنا صغار، ممنوع علينا اننا نصيدوه ولا نمسوه بشي اذى، لدرجه انه باقي تنعقل كاين اللي قاسو وكان تلقى واحد يعني كانوا عايروه بزاف، بحال دار شي انتهاك، يعني بحال الشكل ديال انتهاك ديال الحرمات. هذا الشيء هادو ما كانوش في بزاف الحجيات، ولكن اللي غادي نهضر عليهم دابا الامثله اللي غادي نذكر دابا هما اللي كنا تنشوفوا في الحجيات. بحال مثلا بعض الحجيات اللي كنت نشرتهم
كاين عندنا مثلا طبيعه الحال سيدهم كما تنقولوا الثعلب، الثعلب معروف بالمكر، ولكن في الحجيات ديالنا تيكون تيكون فيه المكر وتيكون فيه حتى انه احيانا تيكون غبي. تنهضر على الثعلب. الذئب ما تيكونش يعني في الاغلب ديال الحجيات على الاقل اللي سمعتو معنا، هو تيكون تيجمع ما بين المكر، هو ماشي مكر نيت ولكن الشر، هو يضمر الشر، هو تيكون هز الشر في القلب ديالو. كاين عاوتاني الحيوان ديال القنفود اللي كنت نشرت واحد الحجيه عليه. هذا القنفود تيتميز في الحجيات ديالنا الامازيغيه المغربيه بالحكمه والفطنه، وانه تيعرف كيفاش يسلك راسو. يعني اي مشكل وقع فيه في اغلب الحجيات تلقاه بانه تيحاول ما امكن انه يخرج راسو، على عكس مثلا الذئب الثعلب. الثعلب هو يعني بالذكاء، ولكن هذاك الذكاء ديال اللي بحال قلتي يعني الا وحل ما تيعرفش كيفاش يخرج راسو، لدرجه انه في واحد الحجيه كانت يتسنى بالقنفود هو اللي يخرجو. القنفود عندنا في التمازيغ تنسميوه حنا اينيكف، والثعلب تنسميوه احليو. يعني في واحد الحجيه كان تيتسنى تخيلوا معايا واحد الثعلب يعني بالحجم ديالو الكبير تيتسنى بواحد القنفود اللي الحجم ديالو صغير باش يخرجو من الورطه اللي دخل فيها، من يعني من هذاك المشكل اللي وقع فيه. وعندنا لاحظت بانه واحد القضيه لاحظتها في بزاف ديال الحجيات، بان الدور ديال الكلب ما كاينش بزاف، ولكن تيكون غير بحال شكل ديال البروكسي، يعني تيكون اوكسيليير مساعد، يعني تيكون غير مساعد في الحجيات هو والحمار. الحمار ما عرفتش، ولكن الحجيات الاغلبيه الحجيات اللي سمعتهم ما كانش عنده شي دور رئيسي ولا دور البطله، وانما هو تيكون غير كشخصيه ثانويه في الحجيات. بحال مثلا كاين الاغلبيه ديال الحجيات اللي كنت نسمع انا تيكونوا على حيوانات محدده. عندنا كما قلنا تيكون بعض المرات الفلوس، يعني افولوس، ولا احيانا تكون المراه ديالو، وتيكون الديب والشن، وتيكون احليو يعني هو الثعلب، وانيكف. كاين بزاف ديال الحجيات عندهم فيهم هاد الحيوانات، اللي هو انيكف هو القنفود. وعندنا عاوتاني كاين واحد الشخصيه اخرى ديال واحد الحيوان اخر، هو اغجد في الحجم ديالو الصغير، يعني ملي تيكون باقي صغير. هاد اغجد هو الجدي، هو الصغير ديال الجدي ديال يعني ديال المعزه. هذا حتى هو في الحجيات اللي كنت تصادفت معها صراحه كان تيتميز حتى هو بحال الشكل ديال القنفود، يعني بالذكاء والدهاء والمكر والخديعه، لدرجه انه في واحد الحجيه مازال غادي نشرها زرف معاه كاع الحيوانات اللي لقى قدامه، علاش؟ غير باش هو ما يتاذاش. يعني تخيلوا معايا دابا بحال داك الشخص مثلا اللي ملي تيشوف راسو واقع في شي مشكل تيجر معاه كلشي، ما تيجر معاه كاع الحيوانات اللي كاع الاشخاص اللي دايرين معاه وعائلته كامله، غير باش يخفوا عليه الاذى ولا باش ينجيهم من الاذى ديالو. هذا هو يعني الدور اللي كنت لقيت ديال ديال الجدي في الحجيات المغربيه. ومتى اوديك حتى هو الفروج احيانا تيكون بعض المرات تيكون تيتصف بالحكمه، يعني بالحكمه مع يعني بلاش كنتم غادي تكونوا عارفين بان الديك عندنا حنا في المجتمع ديالنا كان عنده واحد الرمزيه في شي شكل، درجه انه مثلا كاين واحد القضيه باقي تنعقل عليها وكانت تتوقع نيت في البلاد، مرتبطه حتى هي بالديك، يعني ان الصوت ديال الديك مزيان، على عكس ان الدجاجه الا ولات تتقلد الصوت ديال الديك تما تتكون تنقلب القضيه الى الشر. بحال مثلا نعاود لكم واحد القصه عندها علاقه بهذا الشيء. هذا هو ان واحد النهار برك في جالسه هكا وسمعت جده الله يرحمها سمعت واحد الدجاجه بحال صوتها تيتبحبح شي شويه، بحال بتقلد الصوت ديال الديك. وفعلا كانت جده الله يرحمها كانت مخلوعه بزاف، ومهم فاش سولتها كداو هذه قالت لك الدجاجه الا بدات تقلد الصوت ديال الديك راه يعني بانه هذا شر جاي، وبحال الشكل ديال البومه اللي ذكرت لكم يعني الشر ديالها خاص ضروري تذبح قبل ما يطلع النهار. وفعلا هذه القضيه هذه كنت نسمعها حتى في البلاد،
يعني حتى في البلاد كانت كأي دجاجة يعني بدات تتقل ما عرفتش يعني واش تتكون مريضة ولا مبحبحة ولا شي حاجة بحال هكا، ولكن اون فوا تسمع بحال تتقلد الصوت ديال الديك ضروري خاصها تذبح قبل ما يوصل المغرب، والا غادي يكون يعني في الغد اللي غادي تكون شي كارثه. المهم حسب الاعتقاد وحسب يعني الثقافه الشعبيه اللي عندنا. بطبيعه الحال كاين واحد المخلوق اخر اللي موجود في بزاف في الحجيات ديالنا، سواء الحجيات ديال الدارجه ولا الحجيات الامازيغيه، اللي هو الغول. الغول هو ذاك الكائن يعني كان يسميو حنا اغرود، كاين اللي تيسميو اغزن، كاين اللي تيسميو، المهم عنده بزاف ديال التسميات سواء في الدارجه ولا في اللهجات ديال التمازيغ. ولكن المشترك في هذا الشيء كامل هو انه انسان، ماشي حتى انسان وانما مخلوق يعني شرير وفي نفس الوقت بليد، يعني يمكن القضاء عليه لدرجه انه في واحد المحجيه كنت نيت نشرتها كانت قضت عليه معزب فقط بالسذاجه ديالو وبالغباء ديالو.